السلام عليكم. سامع؟ يا فندم. عايز حضرتك على الدرجات في الكتاب بتاعت ابني ومش ظاهر فيها لا الانجليزي ولا الفرنساوي ولا الدراسات. ليه؟ والعربي مش قصاده درجه. طب اقلب الموبايل او اقلب التاب كده هتلاقيه بالعرض، حتى بالعرض. تبقى شاشه شاشه عرضيه يعني؟ خليها الشاشه بالعرض كده، خليها الشاشه بالعرض. طب ما هو الانجليزي العربي مش ظاهر قصاده درجه ليه؟ بس حاول تعملها بالعرض كده وانت بتكلمني كده، شوف ايه اللي هيحصل كده. ظهرت لحظة واحدة بالظبط كده، ظهر حاجة؟ لا والله يا استاذ اسامة، لغة عربية، فلسفة، رياضة، وأدب، رياضة، أدب، واحد علمي نفسي وكتير عدد. طب بقية المواد فين؟ الله أعلم. طب يعني النتيجة متعفرتها مثلا؟ والله العظيم ده اللي ظهر قدامي، هو اكيد انا قلبت الصفحة زي ما حضرتك قلت بالظبط، وده اللي ظهر قدامي. يعني والعربي كل الحكاية ان العربي ظهر الدرجة بتاعته 32. يعني طبعا انا بسأل وانا بقول 32، قال لي يا بابا انا مغاب ومراجع مع اصحابي. ما علينا، انا دلوقتي لا عارف لا هو ناجح ولا هو طاغي. لا رقصت على السلم اللي فوق شافوني، ولا طبلت اللي تحت سمعوني. والله انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا زيك حيران حاجه. بقت المواد مش لاقيه يا استاذ اسامه خالص والله. طب يمكن هتجي لك بالليل، يمكن هي لسه جايه في الطريق. انت منين؟ ممكن. انت منين؟ من الغربيه. طيب لما بتيجي من القاهره ومتعرف عارف المشاوير بقى والمطبات، وربنا يعديها على خير بس وتوصل بالسلامه ان شاء الله. ربنا يصلح الحال. ضحكتنا واحنا والله مالنا نفس نضحك. والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده. ده بالله عليك لو وصلتك في اي وقت يقول لي، بالله عليك يعني اطمني. ماشي هحاول اخش تاني. ماشي. طيب ماشي يا فندم. الحمد لله. مع السلامه. انا مش عارف، انا بصراحه بقدم شكري وتحياتي للدكتور طارق شوقي اللي خلانا في حيره دائما من اجل التعليم، خلينا في حيره من اجل كل حاجه كنا بنحبها كرهناها. بنقدم لك يا دكتور طارق يعني شكوانا وبنقول لك ليه كده، استفدنا ايه؟ السلام عليكم. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.